وهز هوطة لحال البيت وعاونها تحيد حوايجها، ودخلات البيت التبدال ولبسات بيجامة والتخشات في بلاصتها، وهو جاب ليها الدواء وخداته ونعسات، ودخل دوش ولبس عليه والتخشى حداها ونعس. وفي دار الجد قالت أحلام: صافي شيماء عليا، غنعاونك فيها كيف ما اتفقنا. وهو يقول رضا: صافي إلا ما خليتوش يتعذب وينزل راسه للأرض ما نكونش رضا، كيف ما لعب علينا غنلعب له بختو. وهي تقول أحلام: لحد الآن باقة ما بردتش أخويا. عنقها وقال: صافي كوني هانية. ودازت سيمانة كل شي عادي، روان وهارون موقع عندهم حتى شي جديد. اليوم جايين عند روان يشوفوها ويشوفوا الدار. كانت في الكوزينة كتشوف الخدامة شنو مجدة، لقيت كل شي هو هذاك. خرجت وشافت راسها في المرايا اللي في الصالة، كانت لابسة قفطان موف قصير شوية ما وصلش الأرض مع بليغة في رجليها. القفطان واتاها وشعرها جمعاتو الفوق، وردات نص القدام ونص جمعاتو اللور. اكتفت بريسين في عينيها مع شوية دلقلوس شوية، وسمعت الدقين في الباب عرفتهم هما، وحلات الباب وتلاحت عليها حنان ومريم عنقوها حيث توحشوها وسلمت على البقية. دخلوا وجلساتهم في الصالة، وهو يقول الجد: فين هو هارون؟ جاوبته روان: مازال ما جا من الخدمة، راه غير شوية ويوصل. وهي تقول لهم: نوضوا تشوفوا الدار. ناضوا وبقاو كيتساراو. أحلام قالت: ما تستاهلش هادشي. وهي تقول لها شيماء: كون غير ما جيتيش غتبقاي غير تعصبي. قالت أحلام: لا خليني نشوف. سالاو الدوران ورجعوا بالليل. وهي تقول أم هارون: غزالة الدار، ناقصكم غير شي وليد يعمر عليكم. وفي هاد اللحظة دخل هارون. اسمعها شنو قالت، سلم عليهم وجلس، وشاف روان وابتسم ورجع شاف فمه وقال: سمعتك كتقولي شي حاجة الوالدة. قالت لأمه: ايه ناقصكم غير شي وليد يعمر عليكم الدار. روان دارت راسها ما كتسمعش، وهارون قال: قريب إن شاء الله. وهي تقول الجدة: إيوا الله يعطيكم شي ذرية صالحة. قالت روان: غدا نمشي نشوف داكشي فين وصل ونجي. دخلت الكوزينة وهو يتبعها هارون، شاف الخدامة باش تخرج فهماته وخرجت، عنقها من اللور وباسها من عنقها، بغات تفك راسها منه ولكن هو كان قوى منها. قالت روان: طلق مني راه غيدخل شي حد. وهو يقول: مراتي وانا حر. قالت: اوف عصبتيني بعد مني. وفي هاد اللحظة دخلت أحلام، كانت نايضة تشوف شنو واقع في الكوزينة، صدمات تمنيت تكون ما دخلاتش. روان شافتها وهي تقول: هارون طلق مني. هارون شاف أحلام وبعد على روان ورجع اللور. وهي تقول أحلام: بغيت غير الماء. روان عمرت ليها الماء ومدته ليها، وأحلام بالغيرة ولات غير كترجع، مدات إيديها وهي كترعد وبالسيف باش شدات الكاس في إيديها. هبطات عليه هبطة وحدة وخرجت من الكوزينة محصبة. وهي تقول روان: هادشي اللي بغيتي؟ هارون هو خارج قال: راتي وما سوق حد فينا. اطلع البيت دوش ولبس عليه وهبط جلس مع عائلته. روان حطت هي والخدامة آتاي والحلوى والعصير، وجلسات والخدامة كتمد ليهم وتسربيهم. وهو يقول هارون: نتعشاو في الجردة أحسن. قالت روان: صافي أنا غنوجد الجلسة. حنان ومريم قالوا لها: إحنا غنعاونوك. ناضوا معها قادوا الجلسة ووجدوا الطابلة وبدأوا كيحطوا، تجمعوا باش يتعشاو وكان الجو زوين. وقال الجد: أبنتي زيديني من هاد العجب، ما عرفتش شنو سميته. روان ضحكات وقالت: هي الأولى. وقال هارون للخدام: سيري جيبيه. وهي تقول روان: لا غير خليها أنا اللي غنجيبه. وقف هارون وقال لها: جلسي انت. وناض مشى للكوزينة. وقفت أحلام وقالت: أنا غدا نمشي للحمام ونجي.
تبعاتو للكوزينة ودارت راسها باغا تشرب. هو كان واقف كيتسنى في الخدامة تخوي ليه في طبسيل، شافها وما دهاش فيها. أحلام شافت الكاس العصير وهزاته وخواته عليها بالعاني، وهي تقول ويلي دار عندها وبقى كيشوف فيها، وهي تقول وسخت حوايجي وقال ليها ببرود هانا غنعطيك شي حاجة من عند روان. طلع البيت ودار لقاها جاية موراه، قالت غير باش نبدل في البيت. ما جاوبهاش، حل البيت ودخل، ودخلات حتى هي، حل بلاكار وهي دغيا هزات واحد الكسوة باقة جديدة بغات تلبسها، خداها ليها من ايديها حيت ديك الكسوة اختارها هو لروان بنفسه وكتعجبه وباغي يشوفها لابساها. قال ليها شوفي شي حاجة اخرى. قالت وعلاش هادي؟ لا. هارون هز كسوة اخرى في الزرق مغلوق ومدها ليها وقال لبسي هادي. خداتها منه وهو بغى يبدل عليه التيشيرت حيت ما مرتاحش فيه، حيدو ويلاه بغى يلبس عليه. وهي تخرج قربات لعنده وعينيها غياكلوه، دارت وعطاتو بالظهر ورجعت شعرها لقدام وقالت سد لي عفاك السنسلة. استغرب من تصرفها، بغى يفك راسو يلاه بدا يطلع السنسلة وهي تدخل روان، شاف فيها دغيا وحيد ايديه. روان بقات كتطلع وتهبط فيهم، هو عريان من الفوق وهي ظهرها عريان وكيطلع ليها السنسلة. أحلام دارت وفوجها ابتسامة وهي تقول ويلي ما كتعرفيش تدقي الباب. هارون خنزر فيها وهي تسكت، وهي تقول روان المرة الجاية حبيبة حتى دابا خذوا راحتكم، وسدات الباب وخرجت. هارون لبس عليه بالزربة وتبعها شدها من ايديها وقال مالكي كطيري؟ قالت اطلق مني سير عندها مالك تابعني. وهو يقول ما يمشيش بالك بعيد راه غير. قاطعته وقالت بلا ما تفهمني شغلك هذاك، عيش حياتك كيف ما بغيتي، اصلا ما بيناتنا والو. هارون جرها لعندو وقال انتي مرتي فهمتي، ومازال غيكون بيناتنا شي حاجه، وانا واحلام ما كنا كنديرو والو. وهي تقول روان ما سوقيش خليني نمشي راهم كيتسناو. هبطات ومشات للجردة وجلست، وهو جاء وجلس حداها وشوية وهي تجي حتى أحلام وفوجها ابتسامة باش تفقص روان. روان كحزات باش ما يقيسهاش، وهو زاد كحز عندها وشد ليها في إيديها، وهي تقول لهم جداهم الله يخليكم لبعضياتكم. وقال هارون آمين. قالت له جداه يلا احنا غادي نوضو نمشيو راه مشى الحال. قالت روان جلسوا باتوا مالكم مزروبين. وهو يقول الجد لا غنمشيو مرة أخرى إن شاء الله، يلا نوضوا جمعوا الوقفة. حنان ومريم انتو ما باتوا عندي هاد الليلة عافاكم. حنان ومريم قالوا في دقة واحدة اه نباتوا. وهي تقول جداهم دوزوا تمشيو قال لكم تباتوا خليوهم ياخدوا راحتهم. قال هارون لا غي خليهم بحرا يونسوا روان شوية. قالت حنان وصافي خليونا نباتوا. وهو يقول الجد يلا باتوا وشوفوا بلا صداع وداك الضحك الباسل. وهي تقول أحلام إلا كانوا هما غيباتوا حتى حنا نباتوا. قالت شيماء ايها جدي خلينا عافاك نجمعوا هذا الليلة. وهو يقول الجد مالي أنا هو مول الدار. قالت روان صافي يا جدي خليهم ما فيها باس. قالت جداهم غير غيبرزتوك ما غيبات حتى شي حد يلا زيدوا قدامي. وهي تقول روان وصافي يا جدة غير هاد الليلة غير سيروا ما غيبرزتوني ما والو. سلموا عليهم ومشاو. أحلام وشيماء دخلوا لداخل حلا الدار دارهم. وهي تقول حنان بالناقص شفتي دابا. قالت مريم ويه أحلام اختي وأنا اللي كنعرفها. وهي تقول روان صافي زيدوا دخلوا ياك غير ليلة. دخلوا لداخل وهي تقول أجيو البيت نعطيكم شنو تلبسوا. طلعوا كاملين معاها البيت، حلات البلاكار وجبدات بيجامات ومداتهم ليهم. وهي تقول أحلام
ما بغيتش هادي، كان بغي نبقى خفيفة. أري لي هادي، قالت روان الغوز، وهي تقولها آه. روان شافت فيها حيت معرية بزاف، شورت لنص الفخاد ومن الفوق غير ميطات. قالت ليها أحلام ما بغيتيش وقيلة. روان هزاتها وقالت لا غير بديها، وديتهم البيت آخر يبدلو حوايجهم، ورجعات للبيت حيدات القفطان ولبسات بيجامة بيضة. شوية وهو يدخل هارون بقى كيشوف فيها كيف ما دارت كتعجبه، واللي لبساته كيواتيها، سد الباب وعنقها من له. حيدات له ايديه وقالت واش ما كتفهمش، ما تبقاش تقيسني. قال ما حدك مراتي، من حقي نقيسك حبيبة. وهي تقول ايوا راك عايش الدور. هارون شدها وقربها لعنده حتى كانت شوية وغتدخل فيه، وهو يقول ايه عايش وعاجبني الدور، عندك شي مانع؟ روان كان قريب لها بزاف، تفافات ما عرفت ما تقول، وهي تقول اه شنو. هارون قرب لعندها وباسها من شفايفها، وهي حاولت تبعد ولكن هو ما خلاهاش. حسيت براسها غدا تخنق وزطمات ليه على رجليه ووالو، حتى بعد على راحته، وهو يقول مازال باغي كتر ولكن ماشي دابا. هي حلات الباب وهربات وقلبها كيزدح. ومع الخرجة كانوا البنات خارجين من البيت، وهي تقول حنان مالك كتلهتي، شافت فيهم وقالت لا والو. حنان بدات كتضحك وقالت اه والو، وقادي بعدا غير عكارك، وقيلا راك لاه ليك هارون. ضحكات مريم وقالت ويه حسن عوانك معاه، شاف الزين وهو يتلف. أحلام كانت غتموت بالغيرة، بقات غير كتخنزر في روان هي وشيمها. روان شافت في أحلام ولباس لي لابسة، وهي تقول يلا نهبطوا لتحت. هبطوا وجلسوا وشعلوا التلفازة وجلسوا كيتفرجوا، وجابت ليهم الخدامة الضرة، وهي تقول روان غير سيري ترتاحي عييتي هذا النهار. قالت الخدامة لا غير خليني، تقدروا تحتاجوا شي حاجة. قالت روان لا أنا دابا اللي غنتكلف، غير سيري تنعسي. وهي تقول الخدامة شكرا. هبط هارون وقال كتاكلوا غير بوحدكم، ديروا ليا بلاصة حدا مراتي. حنان ومريم بعدوا وخلاوه يجلس حدا روان، وهي ما حاملاهش يجلس حداها. هو حس بيها ولكن بغى يستفزها، ودار ايدو مورا ظهرها، واحلام حاضياهم والغيرة غتقتلها. احلام وقفات بالعاني وحنات اون فاس مع هارون، دارت راسها كتقلب على شي حاجة. ملي تحنات زاد الشورت طلع الفوق وصدرها زاد بان. هارون عرفها علاش كتقلب وهز تليفونه وبدا كيلعب فيه بحال لا ما كيناش. روان شافت فيه واش كيشوف فيها ولقاتو مشغول بالتليفون. مريم حشمات من التصرف ديال ختها اللي غير كتنزل من مستواها، وخافت لينوض شي صداع، وهي تقول نوضوا نعسو الفيلم خايب. وقالت حنان ايه عندك الحق، وهي تقول لهم روان حتى انا جاني النعاس. وهي تقول مريم اذا يلا نعسو. قالت روان انا غنجي نعس حداكم هذا الليله. وهو يقول هارون اشنو اشنو قلتي ما سمعتش مزيان. قالت قلت لهم غنعس معاهم. ما حساتش براسها حتى لقاتو هزها وقال صبحوا على خير. مريم وحنان كيضحكوا وقالوا غيب شوية عليها، وهي تقول روان حطني راك فضحتينا البنات، جوج بيوت الفوق شوفوا فين تنعسوا. دخلها البيت وسد الباب وقال هنا غتنعسي. وهي تقول يا ربي فوقاش يسالي هذا العام، تخشاف بلاصتو كان عيان دغيا نعس. وهي دخلت للحمام ومن بعد تخشات في بلاصتها وطفات الضو. حسيت بإيديه كتجرها، عنقها وبغات تحيد إيديه وما خلاهاش. غمضات عينيها ونحسات. وفي الصباح أحلام ناضت ولبسات حويجها وهبطات لقات هارون غادي لخدمته، وهي تقول له عافاك وصلني في طريقك. قال ليها احتى تمشي مع البنات، وهي تقول
هما مازالين ناعسين وأنا مزروبة. قال ليها يلا زيدي. روان كانت هابطة وشافتهم خارجين بجوج وجلسات في الدروج، ما بغتهاش تمشي معاه. ركبوا في الطوموبيل والطريق كاملة وهو غير ساكت، حتى قربوا يوصلوا للدار وهي توقف أحلام وقالت وقف عفاك هنا. هارون وقف وقال ليها علاش. أحلام قربت ليه وشداته من الكول القميجة وهي تقول غير نهضروا شوية. هارون حيد ليها إيديها وقال فاش غنهضروا. هي بجرأة قربت ليه وباستو من شفايف ودفعها وقال لها واش حماقيتي. قالت اه انت اللي حمقتيني يا هارون، شوف انا قابله نبقى معاك بلا زواج، المهم ما تبعدش عليا. وحتى روان ما تعرفش. هارون شدها من شعرها وقربها لعندو قال ما يحسابليش انتي مسخه حتى لهاد الدرجه، عرفتي وتزيدي تعاودي هاد الحركه انقتلك فهمتي. ادفعها وساق بالجهد حتى وصلها للدار. دخلت معصبة ومشات عند خوها للبيت وهو يقول لها مالكي داخلة هكا معصبة شنو واقع؟ قالت له فوقاش غدير داكشي اللي قلت ليك، ياك شيماء طاحت في الفخ اش كتسنى؟ وهو يقول رضا راه البارح عرضت عليها نمشي لدار صاحبي وراها وافقات. وهي تقول احلام وفوقاش هادشي؟ قال رضا غدا. احلام عضات على سنانها وهي تقول هانا غنوريك السي هارون راسك اللي هازو للسما، انا غنهبطو الارض. وداز النهار عادي وجا نهار جديد. قالت شيماء الاحلام احلام انا خايفه اختي وما مرتاحاش لهاد المشيه. وهي تقول احلام اويلا صاحبتي كتخافي من خويا حبيبك وولد عمك ما عنده فاش يأذيك. خويا وانا كنعرفو كي حماق عليك. وهي تقول شيماء زعما يكون نسى ديك الجنيه. وهي تقول احلام تا يكون بغاها بعدا باش ينساها، كان مجرد اعجاب ودابا كاينه انتي. شيماء ابتسمت وقالت اه بالصح. وهي تقول احلام وسيري راه كيتسناك جيتي زوينه. شيماء شافت راسها في المرايه وقالت انا عارفه وباستها وخرجت وتلاقت امها وهي تقول هانا مشيت. قالت ليها خاطري ما هانيش لهاد الحفلة صاحبتك. قالت شيماء ما تخافيش ها هو رضا ولد عمي غيديني ويجيبني. وهو يقول لباها راني وصيتو عليك يلا سيري. هبطات ولقاتو كيتسنى، ركبات وباستو وهو تحرك بقبيلو زاد طريق كامل كيمثل عليها الحب. وصلوا للدار ونزلوا وطلعوا وهو حل الباب ودخل. قالت شيماء ايوا فين هما هادو صحابك وهاد الحفله؟ سد الباب وقال انا درتها سبه غير باش نبقى انا وياك. قالت كيفاش؟ رضا قرب لعندها وقال بغيتك تولي ديالي. وهي تقول ايوا راني ديالك. وهو يقول لا. وقرب ليها وعنقها وباسها من شفايفها، استغل ضعفها وهزها وحطها فوق الناموسية. هي كانت كي الريشة بين ايديه، استسلمت ليه حيت عرف يلعب عليها. اما روان كانت جالسة ما لقات ما دير وقررت تهبط تعوم. لبسات المايو وفوق منه كسيوة وخدات الفوطة وهبطات مشات لابيسين اللي مغطي بالزاج. حيدات الكسيوة وتلاحت في الماء، شحال هذا ما عانت، بردات جنونها بالعومان، كانت دايرة كي الحوتة في الماء. شوية وهي تحس بشي حد جرها لعندو، دارت وهي تلقاه هارون، وهي تقول انت شنو كدير هنا؟ قالت لي الخدامة راكي هنا وجيت. وهي تقول صافي قالت لك هنا هنا تجي. قال ليها فرصة وما كتعوضش. وهي تقول ايوا عوم غا بوحدك. شدها وقال ليها غنعوم بجوج مراتي العزيزة. قالت لا ما بغيتش. هي حشمات لابسة غير دو بياس، كانت قريبة ليه بزاف، شافت في عضلاته ولونه البرونزي. هو قرب ليها وباسها، غمضات عينيها بغات تحس وتعيش هاد اللحظة. زادت قربات ليه وتجاوبات معاه،
حطات ايديها على صدره وطلعتها، حتى دورتها على عنقه. هو بكل حركة كدير داتو كتبورش عليه، ما كرهش يبقاو هكا حياتهم كاملة. بعدات عليه وهمسات ليه في ودنيه، خليني نمشي عافاك. طلق منها وهي مشات كتعوم، طلعت ولوات عليها فوطة، وحتى هو خرج بقى كيشوف فيها، ما مطيقش راسه لحد الآن، مازال كيحس بالبوسة ديالها. شافت فيه وقالت راه غير غلط وما غاديش يتعاود، وهو يقول المهم حسيت بيك حتى انتي باغاني. قالت ايوا غير حلم، دابا نساليو هاد الشي وديك الساعة نشوفه. هارون شدها من ايدها وقال وإلا وليتي كتبغيني؟ قالت له مستحيل نبغي واحد بحالك. عاود قالها جاوبيني وإلا بغيتيني؟ قالت كون هاني ما غنبغيكش. وهو يقول ها احنا غنشوفه. هي مشات طلعت لبيتها ودوشات، وهو تلاح كمل العمال وعند رضا وشيماء، كانت لاوية عليها ليزار وكتبكي. وهو يقول لها رضا انا ما ضربتكش على ايدك وقلت لك نعسي معايا نوضي نوصلك، وما شفتيني ما شفتك. قالت له حرام عليك رضا، علاش درتي ليا هكا؟ قال ناري فرعتي ليا راسي، نوضي راه تابعني الشغال. وهي تقول شيماء انت ماشي راجل، ضحكتي عليا الشماتة، استغليتي حبي ليك، الله ياخد فيك الحق. رضا عطاها بتصرفيقة وزادها التانية، أبقى كيضرب فيها حلا كيبرد في فقصته. وهو يقول خوك هو الشماتة، زيدي لبسي شراوطك نمشي في حالنا. ناضت كتبكي ولبسات حويجها وهبطوا ركبوا في الطوموبيل ونزلات، وهو كثيرة من شار طاير، ودخلات من الكوزينة باش ما يشوفها حتى شي حد، وطلعت البيت أحلام وهي كتبكي. أحلام غير شافتها وعرفات بلي داكشي داز كيف بغات، وهي تقول لها مالكي؟ شيماء كتعاود ليها وهي كتبكي. سالت وشافت في أحلام مع وجهها لا صدمة لا والو، وهي تقول لها أحلام برودة إيوا انتي كان عليك تحضي راسك، خويا كيبقى ولد وخاصو يلبي الرغبات ديالو، تانتي ما فيها باس، البكارة ماشي هي كلشي. مشى خويا غيجي واحد آخر، عيشي حياتك، ما عندك ما ديري بشي زواج. شيماء كانت مصدومة منها وهي تقول انتي اش كتقولي؟ قالت أحلام شوفي عيانة بغيت ننعس حتى الغدا ونهضر، يلا خرجي وخليني ننعس. شيماء بقات مصدومة ما متيقاش وهي تقول كنتي متافقة انتي وخوك ياكي؟ أحلام خنزرت فيها وقالت ومن بعد اتفقنا؟ لا لا اش غدا تديري؟ غتقوليها ليهم؟ سيري عوديها ليهم، المهم ما تصدعيش ليا راسي. وجراتها من ايدها وخرجتها وسدات الباب في وجهها وخلاتها مدمرة ومجروحة ومغدورة، كل شي خايب كانت كتحس به. أحلام ابتسمت داك الشي اللي كانت باغة وقالت دابا خاصني نشوف وجهك السي هارون. شيماء مشات دخلات للبيت، كل شي كان كيضرها جسمها وقلبها، وحيدات حويجها ودخلات للحمام، وقفت تحت من الدوش وهي كتبكي. بنت عمها وختها وصاحبتها دارت ليها هاد الشي، كانت كتطيق فيها بزاف، ورضا اللي كان كيبان لها هو فارس أحلامها كان كيعاملها مزيان، وفي وقت قصير ولات كتبغيه، أو لا كان غير أوهام خرجوا لها على حياتها. تفكرت خوها اللي إلا عرف هاد الشي غادي يقتلها، وتفكرت جدها، وكلهم دازوا واحد واحد من قدام عينيها، تفكرتهم كاملين. وخرجت من الدوش ما قادرت دير والو، اش غدا تقول ليهم؟ مشيت معاه برجلي وسلمت نفسي. لبسات عليها وتخشات في بلاصتها، ما كرهاتش تموت وتهنى. وجا نهار جديد، احلام قالت كون تشوف وجهها كي كان، دابا عاد ارتاحيت مزيان. رضا كان ساهي كيفكر في داكشي اللي دار. رضا شاف فيها وقال ومن بعد؟ قالت احلام خاص هارون يعرف بشي طريقه اللي تصدمه. رضا وقف وقال
أنا غنتزوج بيها. أحلام صدمات، شديته من إيديه وقالت أش كتخربق، نطر إيدو وقال أنا حمق اللي غادي كنسمع ليك، أصلا غير كنت معصب ومشيت معاك في الخطة ديالك، ودوك تصاور مسحيهم. قالت له رضا ما تعصبنيش، نسيتي شنو داروا فينا؟ دلني وضحك عليا وعليك، وحتى واحد في هذا الدار ما حس بينا. قال ليها وشيماء شنو ذنبها مسكينة؟ قالت أحلام هي أختو وبيها غنقدروا ندلوه. رضا قال هو غادي بعدي مني في هذه الساعة. وهي تقول أحلام خاصني نتصرف قبل ما يدمر لي كل شي. وخدات دوك تصاور وخرجت ودارتهم في برا وصيفتاتهم لدار هارون ورجعت للدار. طلعت عند شيماء وحلت الباب عليها ودخلت. قالت شيماء اش كديري هنا؟ خرجي من بيتي. وهي تقول أحلام بقيتي فيا الصراحة، صراحة بقيتي فيا، دابا أخوك إلى ساق الأخبار اش غديري؟ قالت شيماء وهي كتبكي أعافاكي ما تقولي هالوش راه غيدبحني. قالت أحلام لا أنا بغيت نشوف وجهه كيفاش غيكون، أنا جيت نقول لك راه صيفط ليه تصاور، سيري هربي ولا شوفي شنو ديري، هانا علمتك. وخرجات وسدات الباب. شيماء غدا تموت بالخلعة غير فكرة أن أخوها غيشوف تصاور كتخلي قلبها كيضرب بالجهد، وعاد لعرفها نعسات معاه وما بقاتش بنت وغطيح له وجهه قدام العائلة. ندمات بزاف شيماء وهي غير كتفتف وكتاكل فضفارها كيشي حمقة وكتقول غيقتلني غيقتلني أويلي شنو درت. وبالخلعة مشات كتجري للحمام شربات واحد الدواء خطير خاص غير نص حبة إلا كنتي مريض. هبطات على القرعة كلها دارتها في فمها وشربات الماء، طاحت ليها القرعة من إيديها وتهرسات ما حساتش براسها وهي كتصدم على الزاج. وفي ما تفكرات خوها كتزيد تخاف ولات كتخيلو طالع في الدروج وفي إيديه تصاور وكتخيل فيه كيضربها ووقفات مخلوعة. شافت الزاج وهزاته ودبحات إيدها حتى غوتات بالحريق ورمات الزاجة وهي كتبكي وقالت أويلي أنا أشنو درت؟ غنموت يا سيدي ربي ما بغيتش نموت. حلات الروبيني وبقات كتغسل في إيديها خافت من الموت وولات بحال شي حمقة. دارت إيديها على فمها باش ترد ولكن بدات كتحس بالدوخة وطاحت في الأرض. كرشها كتضرها بزاف بحال مسارنها كيتقطعوا. بقات كتشوف في السقف وعينيها كيتقالوا عليها وفمها بدات كتخرج منه الكشكوشة حتى غيبات. وفي دار هارون داخل الخدامة وفي إيديها برية وقالت مدام روان العساس عطاني هاد البرا ومكتوب فيها هارون. روان خداتها وقالت أري نشوف. مداتها ليها ومشات للكوزينة. روان جاها الفضول باش تحلها تردات واش تحلها ولا لا؟ وقالت لا تيحلها هو ولكن كيقولك أنا مرتو ومن حقه يعرف عليا كل شي، إذن حتى أنا من حقي. حلات وجبدات تصاور وحلات فمها بالصدمة شوية وهو يهبط هارون ودغيا غبات البرية. قال هارون مال وجهك اصفر؟ روان جاوباته كتفتف والو غير عيانة شوية. وهو يقول وشنو داكشي اللي موراك؟ روان خافت وقالت والو. قال لا اري نشوف. يلا بغى يقرب باش ياخد ليها البرا وهي تعنقو وباستو. رمات البرا في الارض وكحزاتها برجليها تحت الطبلة وهي تبعد عليه. هارون ما بقى فاهم والو، عاد هاد الصباح كان كيدابز هو وياها. روان وهي كتنفس بالزربة قالت اسمح لي يا عافاك ما قصدتش، ما عرفتش شنو اللي وقع ليا. بقى كيشوف فيها وقال لا قصدتي. وهي تقول وصافي سير راه غيمشي عليك الحال الخدمة. جرها لعندو قال
واش حساب ليك؟ انا دري صغير تلعبي عليا. قالت والله ما لعبت عليك، راه غير ما عرفتش شنو وقع ليا. هارون دور لسانه على فمه وابتسم وقال قلت ليك بديتي كتحسي بشي حاجه من جهتي. وهي تقول كنقول ليك راه غير كتحلم، ماشي غير حيت بستك، هذا كيعني انني كنبغيك، راه مستحيل تدخل لقلبي. وهذا البوسه ان كان نعطيها لاي واحد غير بليزير مني، ما يمشيش بالك بعيد. وهو يهز ايدي وعطاها لها بتصفيقه حتى طاحت الارض، وشدها من شعرها وهو كيغلي وقال جربي وعاودي هاد الشي اللي قلتي مره اخرى وشوفي اش غندير ليك، والله حتى نذبحك. ودفعها حتى تضرب راسها مع الارض وخرج. بقيت كتبكي وناضت، مشات للحمام وشافت الدم كيسيل من راسها، مسحات الدم اللي عليها ودارت الدواء وكتقول كنكرهك هارون. تفكرت البرية وهزاتها ومشات حرقات دوك التصاور وطلعت البيت، لبسات عليها باش تمشي لدار جدها باش تهضر مع شيماء، ركبات مع الشيفور ومشاو للدار. طلعت لعند شيماء وبقات كتدق عليها في البيت والو ما حلاتش عليها، ومن بعد حلات هي الباب ودخلات كتعيط شيماء شيماء. شافت في الجهة ديال الحمام بحال المفايض ومخلط بالدم ومشات كتجري، دخلات وغوتات بالخلعة، شافتها مرمية في الأرض وداك الشي بيض خارج من فمها وكلها دمايات، ما عرفات ما دير. بقات كتبكي وكتغوت، وقربات ليها وضربات ليها على وجهها وكتقول أويلي ماتت. خرجات كتجري وكتعيط ليهم يجيو، كل شي جا كيجري. دخلوا البيت ولقاوها باقا في الحمام، دخلوا الحمام وكل شي كيغوت، كان شكلها كيخلع. امها طاحت سخفانه من المنظر اللي شافت، واحلام خافت حيت هي السبب، خافت يسيقوا الخبار، وخرجات من البيت وهي كترجف خايفه تموت وتدخل الحبس. ما بغاتش هذا الشيء يوصل حتى لهذ الدرجه، ورضا حس بقلبه كيتقطع وهزها وخرجها وحطها فوق الناموسيه. عيطوا الاسعاف وقال لهم رضا غادي تعطلوا، انا غنديها للطبيب. هزها وهبطها وروان تابعه، ركبوا في الطوموبيل وحطها اللو، وروان معها كتمسح ليها على شعرها وكتبكي، وكل شي تبعهم المصحة. رضا كان عيط للطبيب باش يتلاقاهم، وغي وصلوا ونيشان دخلوها لغرفة العمليات. روان شافت فيه وقالت له انت السبب. قال لها رضا كيفاش اش كتقولي؟ قالت له هي كتبكي ضحكتي عليها وزايد مصيفط لها تصاور للدار. رضا عرف بأن أخته هي اللي دارتها وقال أنا ما صيفطت حتى شي تصاور، راكي ما فاهمة والو. قالت له روان إلا وقعت ليها شي حاجة غنقول كل شي للبوليس. شوية وهما يشوفوهم جايين وسكتوا، كلهم كانوا كيبكي. وهو يقول الجد عيطي يا بنتي لهارون يجي. بعدت عليهم وعيطت ليه، قال ليها شنو بغيتي انا مشغول. روان كتبكي وقالت هارون. غير سمحها كتبكي وناد وقف وقال ليها مالكي روان شنو واقع؟ قالت اختك شيماء ها هي في المصحة وحالتها خطيرة، اجي دابا. سولها على شنو واقع ليها وخرج بالزربة وجل عندهم. غير دخل وشاف كل شي كيبكي تخلع ووقف حداهم وكيسول مالها شيماء. روان بقات غير ساكته وكتبكي، غوت عليهم وقال لهم رانا كنسولكم. حنان وهي كتبكي قالت ضربت ايدها، لقاتها روان طايحه في الارض، سولهم علاش ضربت ايدها، وشاف روان وقالت ما عرفتش لقيتها هكاك. ضرب ايده مع الحيط وهو معصب، وشاف ختومه وهو يقول انتما اش كديروا ملي ما عارفينش مالها؟ كل شي بقى ساكت. دازت ساعتين وهو يخرج عندهم الطبيب، قال احنا درنا اللي علينا والباقي على الله. البنت خدات جرعة كبيرة من دواء خطير وحنا غسلنا لها المعدة، وعاد الضربة كانت خطيرة، عندنا دابا من هنا لغدا
وغنشوفو شنو غيوقع. ومشى وخلاهم وكل شي بقى كيبكي عليها. هارون غير واقف وكيشوف هادشي اللي وقع، ما عرفش شنو يدير. ورضا انسحب غير شوية ومشى للدار عند أحلام. طلع كيجري لبيتها، أدخل ولقاها كتبكي. مشات عنده أحلام وقالت: شنو وقع؟ ما ماتتش ياك؟ انزل عليها بتصرفيقة وقال: ايش هادشي درتي يا المصيبة؟ قلت ليك وقفي هاد الشي. قالت وهي مخلوعة: ياك ما شافت تصاور. رضا شدها من شعرها وقال: حمد الله حيت روان اللي شداتهم، اما كل راني قتلتك. قالت: ودابا اش غنديرو؟ خرج وسد عليها الباب وقال: انتي غدا تبقاي هنا، ما تخرجيش من البيت. وداز النهار جحيم عليهم وجا نهار جديد. كل شي كان في المكتب ديال الطبيب كيتسنى واش غيقول ليهم. وهو يقول الطبيب: هادشي اللي غنقول لكم صعيب، البنت جسمها ما تجاوبش مع الدواء اللي كنعطيوها، ودابا هي في غيبوبه مؤقته، وكنتمنوا من الله باش جسمها يتجاوب، وما عليكم غير تدعيوا ليها. قال الجد: لا حول ولا قوه الا بالله. وهو يقول هارون: والى ديناها على برا. قال الطبيب: راه نفس الشي وغير غتعذبوها، لو كانت محتاجة تمشي على برا كون قدناها لكم. قال الجد: الله يدير شي تاويل ديال الخير. وهو يقول هارون: سيروا للدار دابا، ما عندكم ما تديروا هنا. قالت أم هارون: لا أنا غنبقى مع بنتي. وقالت روان: غير سير يا خالتي، أنا اللي غنبقى معاها هنا، وإلا وقعت شي حاجة غنعيط لكم. قالت حنان: حتى أنا غدا نبقى. وقال هارون: صافي ها احنا بثلاثة هنا. ومشى كل شي وبقاو بثلاثة. وهي تقول الممرضة: اجوا الغرفة ترتاحوا، راه وجدناها لكم. جلسوا يرتاحوا. وقال هارون: غنمشي نجيب لكم شي حاجة ناكلوها. قالت روان: اه من الصباح ما كلينا شي حاجة. خرج ومشى للمطعم وجاب الماكلة ورجع حطها وجلسوا كياكلوا. وقال: انا غنمشي نشوف شيماء ونرجع. وخرجت عند هارون، شافته واقف حدا الشرجم الكبير اللي كله زاج وكيشوف اخته. وقفت حداه وحطت يدها على كتافه وقالت: اجي تنعس ترتاح. شاف فيها وقال: عييتي ياكي؟ قالت: الا ما درت والو. شد ايديها وباسها وقال: شكرا حيت وقفتي معانا، راكم عائلتي ما تقولش هكا. وهي تقول لي: يلا تحنا نعس. شد ليها في ايديها ومشى فوق الفوتاي وتلاح نعس. كان عيان، غطاته وهي ما جاهاش النعاس. خرجت وهي تشوف رضا واقف في احدى الشرجم. قالت: وجايب وجهك حمار. قال ليها: ما تزيديش تكملي عليا. وهي تقول: عزيز عليكم تضحكوا على بنات الناس وترميوهم. قال رضا: انا غادي نتزوج بيها ملي دير لاباس. وهي تقول روان: وعلاش مصيفط تصاور للدار؟ بغيتيه يذبحها ولا شنو؟ قال رضا: راه ماشي انا. وقالت: وشكون؟ وهو يقول: ما كيهمش، المهم هي انه ما غاديش يتعاود هادشي. يلا انا غنمشي. ودخلت روان البيت ونعسات. ودازت سيمان وجا الطبيب عندهم وقال: كنبشركم المريضة جسمها بدا كيستاجب للدواء، الحمد لله. كل شي بقى كيحمد في الله. وقال هارون: ودابا اش غيوقع؟ جاوبوا الطبيب: دابا غيقدر غدا ولا بعدو تفيق، جسمها بدا كيسترجع قوته. وقالت روان: ايوا الحمد لله. وجا يوسف في ايديه جريدة وقال: شوف واشنو كاتبين. هارون خداها وعض على سنان وهو معصب وقال: عيينا باش هاد الشي ما يوصلش للصحافة، قال لي موعد مع المدير دهاد الجريدة. قال له يوسف: واخا. ومشى هارون. وقال الجد: هارون بلا عصبية، كل شي كيتحل غير شوية. روان هزات الجريدة وقراتها، كانوا كاتبين على الانتحار شيماء، وكيقولوا واش بسبب شي حب او لا شي حاجة اخرى. قالت أم هارون: روان صافي يا بنت،
شيماء ولات بخير، سيري ترتاحي، سي معنا وانتي هنا. قالت روان: لا غير خليني يا خالتي، انا مرتاحة شوية. وهو يصوني التليفون ديال ام هارون. قالت: الو ولدي، كل شي مزيان. ها هي حدايا. روان: هاك يا بنتي، هارون بغي يهضر معاك. قالت روان: الو. قال هارون: كان صوني ما كتجاوبيش. قالت: خليته في البيت. وهو يقول: هبطي لتحت باش نمشيو للدار. وهي تقول روان: حشومة نخليهم بوحدهم. قال: صافي اجي ترتاحي، غدا ونرجعو. قالت روان: خالتي انا غدا نمشي وغدا نرجع ان شاء الله، الا وقعت شي حاجة عيطيلي. جاوباتها ام هارون: الله يرضى عليك بنتي. مشات وهزات ساكها وحوايجها ولقاتو كيتسدنا وركبات، وهو نيشان مشى للدار. هي رجعت راسها اللور وغمضات عينيها ونعسات. وصل ودار يشوفها، لقاها ناعسة، ابتسم ونزل حل الباب. حتى هي كانت بالنسبة ليه هز ساكها وهزها، حتى هي كانت بالنسبة ليه بحال شي ريشة. طلعها للبيت وحطها في بلاصتها وحيد ليها العباية والتان وغطاها ودخل دوش وخرج. وحتى هو كان عيان، تخشى حداها وجرها لعنده وعنقها ونعس. وجا نهار جديد، فاق ومشى للمصحة، شاف ختو ورجع مشى للشركة، كان عنده اجتماع. وروان فقط شافت الساعة لقاتها 12 ونص، دخلت الحمام ودوشات وتوضات وخرجت صلات. هزات التليفون بتسول في شيماء، قالوا ليها راها مزيانة. وهو يعيط لها هارون، قال: صباح الخير، عاد فقتي؟ قالت: صباح النور، غير شوية هذا. وهو يقول: ارتاحيتي شوية؟ قالت: الحمد لله، مشيتي بكري ما فيقتينيش. قال: كان عندي اجتماع. وهي تقول: اذا مرتاحيتي ما والو. ابتسم وقال: بقيت فيك زعما؟ قالت: لا غير. قاطعها وقال: صافي صافي فهمت، انا غنسالي ونجي للدار. قطعت معاه وهبطت الكوزينة ومشيت بدات كتبشد في الغدا. سالت وطلعت البيت، حلات البلاكار باش تشوف شنو غادا تلبس. شافت كسوة حمراء كان اختارها ليها هارون، ديك اللي كانت بغات تلبسها أحلام. جبداتها ولبساتها وكانت مزيرة بزاف وقصيرة شوية. طلقات شعرها وقادته وماكات وشافت راسها في المراية، عجبها راسها. هارون كان داخل الدار وكان عيان، مشى حدا الطبلة وشافها مقادة مزيان، ماشي بحال ديما. شوية وهو يسمع صوت الطالون، هز راسو شافها هابطة، طلعها من رجليها حتى لشعرها بإعجاب، وعاد لابسة الكسوة اللي كان باغي. كان عارفها غدا تجي معاها، ما حش براسو حتى لقى راسو شاد إيديها وكيبوسها. قال: جيتي زوينة، وانتي أصلا زوينة. بتسمات وقالت: شكرا. حيدات لي الفيستا وحطاتها، شدات لي في ايدو وداتو للطابلة. هارون ما مطيقش، واش كيحلم ولا بصح؟ ومن بعد ما كلاو عيطات روان الخدامة وجمعات الطابلة وشداتو من ايديه وطلعاتو البيت ودخلاتو للحمام. وهو غي كيشوف لقاهم مجدة الحمام والفوطة والحوايج اللي غيلبس، وقالت: خذ ليك دوش باش ترتاح. هو بحيلا كتقرا له افكاره، داكشي اللي كان محتاج لقاه. وملي خرج من الحمام كان فرحان بزاف، جلست فوق الناموسيه وهي متردة. ومن بعد نادت حلات البلاكار، جبدات شوميز دوني ولبساتها. هو خرج وكينشف شعره، ملي شافها ما كانش متوقع هاد الشي كله غادي يعيشو. شافت فيه لقاتو غياكلها بعينيه، بدا كيقرب ليها، وحتى هي زادت قربات لعندو حتى عنقاتو. حيد ليها البنوار ورماه في الارض وهزها حطها فوق الناموسيه. والصباح فاقت عليه كيلعب لها في شعرها. قال: روان. نعم.
قال كان بغيك، بقات كتشوف فيه وحطات راسها على صدره بلا ما تقول والو. بغات تنوض وهو يشدها، قال فين غادة؟ قالت غير الحمام ندوش. هارون قلبها وجا من فوقها وقال مازال دخول الحمام بحال خروجه، وبازها من شفايفها وهي عنقاته. ويلاه كانوا خارجين من الحمام وسمعوا التليفون كيصوني. قال هارون الو حنان. قالت حنان شيماء فاقت. اقطع وقال لروان يلاه نمشي ونشوفو شيماء راها ولات بخير. وصلوا ولقاوها فايقة. شيماء غير شافتو نادت كتبكي وكتغوت كتقول له عافاك اسمح لي يا خويا اسمح لي. كل شي استغرب من تصرفها. وروان مشات عنقاتها وقالت لها ودنيها راه ما شافش التصاور ما تخافيش. شيماء شافت فيها وخا هكاك مازال خايفة وكتبكي، وجات الممرضة ودات لها شوكة ونعسات وقالت دابا خاصها ترتاح. خرجوا كلهم وهما مصدومين إلا روان ورضا اللي كانوا عارفين كل شي. أحلام ما كانتش كتخرج من البيت حيت رضا مانعها، وكلهم كيحساب ليهم باللي هي حزينة على صاحبتها وبنت عمها شيماء حيت كانوا قراب لبعضياتهم. وفي دار هارون دخلوا وبدلوا عليهم. روان جلست فوق الناموسية وجا هو جلس حداها وباس لها إيدها وقال أحسن نهار داز عندي شكرا. هي ما عرفات باش تجاوبه، اكتفات بالابتسامة وقالت أعييت بغيت ننعس، وتخشات في بلاصتها ونعسات شوية ونعس حداها عنقها ونعس. دازت سيمانة وشيماء خرجت من السبيطار دارت لاباس، ومشى هارون وروان يزوروها. سولت روان على شيماء وطلعت لعندها. شيماء غي شافتها وابتسمات وناضت سلمات عليها وجلسوا كيهضروا. قالت شيماء مزيان اللي جيتي، كنت بغيت نشكرك بزاف على داكشي اللي درتي معايا عمري ننسى خيرك. قالت روان راكي يا اختي وما نبغيش ليك المضرة. عنقاتها شيماء وقالت لقيت الخير فيك وما لقيتوش في البنت اللي كنعتبرها اختي واللي عشت معاها عمري كامل. قالت روان صافي دابا اللي فات مات وفكري في اللي جاي اش غدا ديري دابا. شيماء كتمسح في دموعها وقالت جا وطلب مني السماحة وقال لي يا راه نادم وبغى يتزوج بيا. وهي تقول روان ايوا اش غدا ديري وشنو قررتي؟ شيماء قالت ما بقيتش كنتيق فيه خاطري هرب منه. وهي تقول لها روان فكري مزيان في المستقبل الى جا خطبك شي حد شحال قدك ترفضي وتخبي راه ديما غادي تفرش كلشي. وافقي وتزوجي بيه واعطيه فرصه وهني راسك. شوفي غنعاود ليك واحد الحاجه وخليها بيناتنا. قالت شيماء هانيه عودات لي هذاك الشيء اللي دار ليها هارون فاش اغتصبها حتى لدابا. شيماء بقات مصدومه وقالت هاد الشيء كله واقع وحنا ما عارفينش عندنا هاد الشيء وراثي في العائله. ضحكات روان وقالت اياه ما يمكنش ياخدوك بخاطرك، بغيت نقول لك توكلي على الله ونساي اللي فات وعيشي حياه جديده. قالت شيماء عندك الحق داكشي اللي غدا ندير. ما حسوش باحلام اللي كانت كتصنت وسمعت كلشي ومشات لبيتها وهي فرحانه. دابا لقات كيفاش غدير تفرقهم. سناتها حتى كانت خارجه من عند شيماء وعيطات ليها قالت اجي بغيت نهضر معاك. دخلت معها البيت وهي تقول أحلام بلا مقدمات سمعت كل شي ديك الهضرة اللي قلتي لشيماء. روان تصدمات ما عرفت ما تقول. وهي تقول أحلام غنخسر عليك حاجة واحدة وسمعيها مزيان، أنا ما خاسرة والو غنمشي نعاود لجدي كاع هادشي اللي داروه حفايدو، وهو غير غيسمع أنهم اغتصبوكم وغتجيه سكتة قلبية ونيشان القبر وزيدي عليه حتى جدة صحتهم بزوج على قد الحال. إيوا وهارون ورضا شي غادي يقتل شي وواحد فيهم غادي يدخل الحبس وأنا نقدر ناكل قتلة دلعصة
فين بقى بنتهم؟ ومن بعد انتو محياتكم اللي غدا تدمر. روان ولات غير كترجف، قالت شنو بغيتي؟ وهي تقولها أحلام تفارقي على هارون، ولا والله حتى نوصل لهم هاد الشي كله وتصاورت شيماء مازال عندي. قالت روان انتي ماشي بنادم. وهي تقول أحلام وفري دموعك لمن بعد غدا تحتاجيهم، يلا خرجي عليا من بيتي وما تنسايش داكشي اللي قلت لك. بغيت هاد السيمانة نسمع بطلاقكم. روان خرجت من البيت وهي كتبكي، حتى بدات حياتها كتقاد وهي ترجع تعواج. هبطات لتحت وجلسات، بقات كتشوف فيه وهو كيضحك وكيهضر. تأكدت أنها بدات كتبغيه، ولكن خاصها تبعد عليه باش ما يديروش المشاكل. هو شاف فيها ولقاها كتشوف فيه وابتسم ليها. خرجوا ومشاو لدارهم. ملي هبطوا طلعوا نيشان البيت، هي دغيا بتلات عليها وتخشات في بلاصتها ونعسات، وهو دخل دوش ولبس عليه والتخشى حداها كيف ما العادة، عنقها ونعس. ودازت 3 أيام وجا رضا عند جدو وطلب منه إيد شيماء. قال الجد أنا من جهتي ما غنلقاش حسن منك، ولكن حتى نسولها هي. وهو يقول رضا واخا جدي باش نديرو الخطوبة والعرس في نهار واحد. قال الجد ومالك مزروب غير بشوية، انتوما ولاد اليوم الزربة غدا تقتلكم. ونمشي ولدار هارون. هيد الأيام اللي دازو حس بها تبدلات، وليت الهضرة كتخرج من فمها بالسيف وباردة معاه وبعدات عليه بزاف. شدها هارون من إيدها وقال فين غادة؟ قالت نعس. قال حتى نهضرو. قالت ليه أوف قلت ليك بغيت نعس حتى من بعد ونهضرو. هارون زير على إيدها وقال قلت ليك نهضرو هي نهضرو ودابا. روان جلست فوق الفوتي وقالت هانا قول اشنو عندك؟ قال مالكي وليتي هكا؟ قالت على شنو مالي؟ قال شوفي انتي مالك على هاد البرود كله؟ قالت بغيتي الصراحة؟ قال اه. وهي تقول له انا ما مرتاحاش معاك، ملي كنكون حداك كنحس بالغمة على قلبي، انا عايشة معاك غير بالسيف، راه ما كنحملكش هارون. هارون هز ايديه وصرفقها، ما تحملش هدرتها، كان كيظن ولات كتبغيه وغيعيشو هاني. شدات حنكها وقالت شفتي ها علاش ما كنبغيكش، انت ما تصلح ليا هارون، عافاك خلينا نساليو طلقني. هز السوارد الطوموبيل وخرج، ابقى غادي ما عارفش فين. روان غير خرج وطاحت في الارض كتبكي، كان صعيب عليها تقولو هديك الهدرة، كتحس بروحها غدا تخرج، ولات كتبغيه بزاف. وطلعت للبيت وتوضات وصلات ودعات لربي يعاونها، حيدات الشال والعباية وجلسات كتسناه. اتعطل شوية حسات بيه كيحل الباب ديال البيت، وناضت دغية ودارت راسها ناعسة. ادخل هو وشافها ناعسة، ابقى كيشوف فيها وسد الباب وتلاح حداها، كان محتاج ليها في هديك اللحظة. كيقول روان روان. قالت قال ليها ما تخلينيش عافاك. روان بدات كتبكي وما جاوباتوش، ونعس حيت كان عيان بزاف ومهلوك وشارب. وجا نهار جديد، الجد هضر مع شيماء وقالت له موافقة، وقاع العائلة باركات لشيماء ورضا. والجد عيط على هارون وقال له بغيتك دابا. ودار عند روان وقال لها جمعي حوايجك باش نمشيو لدار جدي، مادام انتي ما باغانيش اذا ما كاينش لاش تبقاي معايا في داري. قلبها بدا كيضرب وقالت واخا. بقات غير كترجف وجبدات الشنطه وجمعات حوايجها ودارت عليها اللتام ومسحات دموعها، وشافت في البيت وتفكرات فاش كانت معاه، كل شي داز بين عينيها. تنهدات وهبطات وركبات في الطوموبيل ومشاو لدار جدهم. دخلوا ولقاوهم جالسين كيفطروا، سلموا عليهم وجلسوا. قال الجد فين غادين بهاد الشنطه؟ روان حنات راسها. وهارون تشجع وقال
ديال روان غادا تبقى معاكم هنا، حيت حنا غادي نطلقوا. كل شي شهق إلا أحلام، بغات تطير بالفرحة. قال الجد، أش هاد التخربيق؟ واش ما نطلق؟ وهو يقول هارون، صافي يا جدي، حنا اتفقنا. خلاو كل شي مصدوم وبقاو كيعاتبوا في هارون. هارون تعصب حيت كل شي كيهضر وكل شي كيحاول يقنعهم، وقال سكتوا صافي، أنا وروان ما بقيناش متفاهمين وما مرتاحينش مع بعضياتنا، حاولنا نقادوا علاقتنا ولكن والو، الحل هو نطلقوا. روان طلعت لبيتها ترتاح، طلعت وسدات عليها الباب وبقات كتبكي شوية وهو يتحل الباب، وكانت أحلام وقالت ليها برافو عليك، ما عندي ما نسالك، درتي داك الشي اللي قلت ليك. جاوبتها روان خرجي عليا، ما بغيتش نشوفك. وهي تقول أحلام المهم هو أنك درتي داك الشي اللي قلت ليك. شيماء كانت موراهم وهي تقول كنت حاسة بشي حاجة ماشي هي هاديك، شنو خليتيها دير؟ هضري. أحلام وهي خارجة قالت ها هي تعود ليك. روان جلست فوق الناموسية وهي كتبكي، وشيماء جلست حداها وقالت لها قولي لي شنو كاين، وعودت لي هذاك الشي اللي كاين. ناضت شيماء كتبكي وقالت مصيبة هادي، انا ما غنخليكمش تفارقوا بسببها، غنمشي نقول لهارون كل شي. شدتها روان من ايدها وقالت لا، راه غتوقع كارثة الى قلتي، راه غتوقع كارثة الى هدرتي، يقدر يقتلك انت ورضا والعائلة تشتت بسبب هاد الشي. بلا ما تقولي والو، ما بغيتش نصدقوه في الحباسات والسبيطارات، اللهم نصطم على قلبي وما يوقعش هاد الشي. عنقاتها شيماء وقالت سمحي لينا، بسببنا وقع ليك هاد الشي. قالت روان صافي كل شي دابا يدوز. خرجت شيماء من عندها وهي حال فحتى تنتقم من أحلام. دازت يومين وبدأوا كيوجدوا الحفلة رضا وشيماء، وروان وهارون ما بقاوش تشوفوا وبزوج بهم كيتعذبوا. أما أحلام كانت كتهضر في بيتها في التليفون، قالت دغيا وليتي كتبغيني؟ آه واش تصاور اللي تصورنا؟ لا ما نصيفتهم ليكش، غير خليهم عندي، الدنيا والزمان هادي نخاف على راسي، غير نلقى شي وقيت ونتشوفوا. يلا حبيبة بسلامة، قطعات وهي مبتسمة. حياتها كاملة وهي كتسنى هارون، كانت كتعيش حياتها كل نهار مع واحد، وحال فملي هارون يطلق روان غدا تزوج به. شيماء سمعت كل شي وقالت إوا طحتي بين إيديا أحلام، ومشات لبيتها. روان كانت في بيتها حتى سمعت التليفون كيصوني، شافت في الشاشة وكان هارون، وبلا ما تحس جاوبات دغيا، توحشاتو بزاف. قالت ألو، وبقاو ساكتين. هارون غمض عينيه حيت توحشها بزاف، صوتها رجع فيه الروح وهو يقول لبس عليك؟ قالت الحمد لله. وانت؟ قال ليها بخير، بغيت نقول لك غنديرو محامي واحد بالنسبة للطلاق، ما بغاتوش يفكرها. وقالت له صافي واخا اللي بغيتي. قال ليها يلا بسلامة، قطعات وبدات كتبكي. أتعس أيام حياتها كتعيشها دابا، حسات بمصارنها كيتقطعوا، وناضت كتجري للحمام، ردات وشلات فمها وخرجت. جلست فوق الناموسية وبقات كتبكي حتى دخلت عندها شيماء، غير شافتها ومشات عندها عنقاتها. روان شادة في شيماء وكتبكي وكتقول شيماء راه ما نقدرش نعيش بلا بيه، شنو غدا ندير قولي ليا. بدات شيماء كتبكي معها وقالت صافي دابا ربي يحلها من عنده. وناضت جابت ليها دواء النعاس وشرباتو ليها وغطاتها ونعسات. شيماء خرجت من البيت وهي تشوف أحلام خارجة من بيتها، تسناتها حتى مشات، ودخلت لبيتها غير بشوية وشافت التليفون كيتشارجا، هزاته وشوية وهي تسمع الباب كيتحل، ودغيا رجعتو لبلاصتو. كانت أحلام قالت لها اش كديري في بيتي؟ شيماء منقات ما تقول، وهي تقول جيت ناخد كتبتي اللي كنت عطيتك، ما بغيت حتى شي حاجة ديالي تبقى عندك. قالت أحلام
قوليها ليا وما تدخليش لبيتي بلا إذن. وهي تقول شيماء صافي دابا جبديها ليا. أحلام حلات البلاكار وجبدت ليها الكسوة ورماتها عليها وقالت يلا خرجي من بيتي. هزاتها شيماء وخرجت مخلوعة، كانت غدا تحصلها. ودازت يومين أخرى ونفس الوضع، غير هو لاكت شيماء ورضا. وفي نفس اليوم شيماء قدرت تاخد تصاور من تليفون أحلام اللي كانت حافظة ليه الكود ديالو من أيام زمان فاش كانوا صحابات. كانت مصورة مع شي واحد ومعنقة، ومرة كتبوسو وكل مرة وكيفاش، ونفس التصاور دايرهم مع شي دراري أخرين. وولات شيماء كتسنى غير الوقت المناسب باش تفاهم مع أحلام. دوزوا العرس ديال شيماء ورضا، وقال هارون الجدو أنا غدا في الصباح مسافر لأمريكا وغنطول تماك. روان المحامي غيتكلف بكل شي ديال الطلاق، أنا وصيته، وحيت طلاق اتفاقي غيكون ساهل. كل شي بقى كيشوف فيه وهو يوقف وقال أنا غنمشي نعس، غدا فايق بكري. في الصباح فاقت روان مخلوعة، قلبها كيضرب. أول كلمة نطقات بيها هي هارون. ناضت كتجري، لبسات عليها وتلتمات وهبطات كتجري. تلاقات بالخدامة وسولاتها فين هو هارون؟ قالت ليها الخدامة مشى المطار صباح بكري. حسيت بقلبها غيخرج من بلاصتو. رجعت البيت كتبكي، صافي مشى ما غتبقاش تشوفه. دازو بزاف ديال السوايع. في العشية جات شيماء ورضا من لوطيل، دوزو أحسن ليلة في حياتهم واتفقوا باش ما يأديوش بعضياتهم وينساو اللي فات. دخلوا للدار فرحانين ومشادين، كل شي بارك ليهم وفرحوا بيهم. شيماء سولات على روان، قالوا ليها راها في بيتها. شوية دخل يوسف في الدار كيجري وقال شعلوا التلفازة دغيا. شعلوها وهما ما فاهمين والو، وقال ليهم يديروا واحد القناة. داروها وكل شي تصدم من داكشي اللي سمع. روان كانت يلا خارجة من المصعد وهي تسمع الخبر، رجليها فشلوا عليها. خبر عاجل، سقوط الطائرة الخاصة لرجل أعمال هارون العالمي. وجاري البحث عن المكان، هل رجل أعمال هارون العالمي ما زال على قيد الحياة أم لقي حتفة؟ كل شي كان كيهضر على الحادثة، الدنيا مقلوبة وكلهم بدأوا كيبكي. روان رجعت للبيت ما بغاتش تسمع البكا، ما بغاتش تشوفهم كيبكيوا عليه. سدات ودنيها بإيديها وقالت لا هارون ما ماتش، أنا حاسة بيه باقي كيتنفس، ما زال قلبه كيضرب، علاش كتبكيو؟ هو ما ماتش. بقات غير كتهضر وناضت، وبقات غادة جاية في البيت وهبطات لتحت ولقات كل شي ما زال كيبكي وشي كيصبر في شي، والتليفونات كيصوني وصدعوها في راسها، وشي رجال بحال البوليس داخلين خارجين الدار. اتخنقات وتقطعات فيها النفس، ما يمكنش يموت بهاد السهولة، ما يمكنش يمشي ويخليها. شافت في جداتها سخفات وكل شي ناد كيشوف فيها. هي ما قدرتش تحرك من بلاصتها، كتحس براسها مبلوكية. حتى البكا ما قدرتش تبكي، ما حستش براسها حتى سمعت يوسف كيقول ليها تحيد من الطريق. كان هاز جداها وديها الفوق، ما قدرتش تحرك حتى جراتها شيماء من ايدها. شيماء هي الوحيدة اللي حاسة بيها، عنقاتها وقالت انا حاسة بيك. بعدتها روان عليها وقالت علاش كتبكي؟ هارون ما ماتش. قالت شيماء ان شاء الله. ودازت 3 ايام ومازالين كيقلبوا على الطيارة. الخطوط الجوية كتقول باللي تقطع الاتصال قبل ما يقول لهم البيلوت فين راهم، ومن ثم ما ولاو عرفوا عليه حتى شي حاجة، وكيقولوا بأن الطيارة طاحت في البحر. دخلت شيماء لعند روان وقالت لها رحمي راسك روان، شوفي حالتك كيف دايرة. روان شافت فيها وبغات تنوض، وهي تشدها الدوخة وطاحت في الأرض. غوتات شيماء وحاولت تفيقها ووالو، وعيطات للطبيب وجفحصها وقال المدام حاملة وخاصها الراحة، جسمها عيان. أنا كتبت ليها على شي فيتامينات تاخدهم. بقى
بقات شيماء غير كتشوف وقالت له شكرا. روان كانت حالة عينيها وسمعت كل شيء، وهي تقول لها شيماء سمعتي انتي حاملة، خاصك تردي البال لراسك. روان دورات وجهها للجهة الأخرى وحطات إيدها على كرشها، دابا زاد عذابها. تفكرت فاش حرماتو من ولده الأول، وهو فاش كان باغي ولد آخر منها، دابا فينا هو يجي يشوفها حاملة بولده. زيرات على كرشها وعرفات أنه ما عندها زهر في هاد الدنيا. شدات لها شيماء في إيديها وهي كتبكي، كتشوفها كتموت قدامها. نمشي لبلاصة أخرى، كان يالله فاق من النعاس، شافها قدامه. هادي 3 أيام ما خرج من الدار، عاطيها غير الشراب والنعاس. حيد إيديها اللي كانت فوق منه وناض دخل الحمام يدوش، وخرج ولبس عليه. وناضت هي دخلت الحمام دوشات وخرجت لاوية عليها فوطة، قالت فدوة نوجد لك الفطور. قال ليها هارون وجدي لي غي قهوة وجيبي لي الجورنال شحال ما قريته. وداكشي اللي دارت، جابت ليه القهوة وحلات الباب ولقات الجريدة في الأرض، حطاتها حداه وبدا كيشرب في القهوة وهز الجورنال، بدا كيقرا وشوية وقف مصدوم. لقى كل شي كيهضر عليه وعلى الطيارة اللي طاحت، تفكر فاش كان غيسافر، وفي آخر لحظة غير رأيه. كان ما عندوش الدماغ لشي اجتماع، كانت نفسيته عيانة، كيفاش غيدير يمشي للاجتماع وهو كيفكر غير فيها؟ داكشي علاش خلى النائب ديالو هو اللي يمشي بوحده، وأجل السفر لمرة أخرى، ومشى عند فدوى، على الأقل تنسيه شوي. سولته فدوى مالك؟ وحتى هي تصدمات، قالت هادشي كله واقع وحنا ما جايبين خبار. قال هارون خاصني نمشي، وهز السوارت وهبط ركب في الطوموبيل ونيشان لدار جدو. يلا وصل لقى الصحافة واقفة، حتى هما تصدموا فشافوه، ومشاو كيجريو لعندو كيسولوه اشنو واقع. ما خلاوش يدخل، كانت الدنيا عامرة. روان كانت حدا البالكو وسمعت الصداع وطلعت، شافت الجوقة وبقيت كتشوف شنو واقع. شوية وهي تلمحو احساب ليها غير كتحلم، بقيت كتشوف حتى شافتو خارج من بين الجوقة، ما تيقاتش عينيها، كتشوفو كيتحرك. هو وجاي على رجليه داخل للدار. قالت هو عايش، هارون عايش. حلات الباب وخرجت بلهفة وغير بالبيجامة وشعرها مطلوق، نسات را المسعد كاين وهبطت في الدروج. دلوات ليها رجليها وطاحت، وخا هكاك ناضت ووصلت لآخر درجة وهي كتشوف كل شي كيسلم عليه، كل شي كيحمد الله وكل شي فرحان وكيعنقوه. حسات بروحها رجعات بحال شي طفل صغير عاد تولد. بقات كتشوف فيه وتغرغروا عينيها بالدموع اللي عيات ما تحبس فيهم، عيطات ليه بالجهد لدرجة كل شي دار كيشوف فيها، وصوتها ولا بحال صدى في الدار وكل شي سمعه هارون. ومشيت كتجري عندو عنقاته وهي كتبكي، كتقول له حرام عليك، علاش درتي لي هكا؟ كنت غنموت بلا بيك، أحرام عليك، ما نقدرش نعيش بلا بيك، سمعتيني غنموت بلا بيك. وبقيت كتضربو على صدره وهي كتبكي وقالت انا كنكرهك، علاش درتي هكا؟ ما تعاودش دير ليا هكا، غنموت والله تنموت. كل شي تأثر من المنظر وبدا كل شي كيبكي معاها، وحتى احلام بدات كتبكي. عنقها شوية وحس بها الترخات سخفات بين ايديه، هزها وطلعها للبيت. كل شي تبعه، هارون كيضرب ليها على وجهها وكيقول لها روان فيقي. شيماء وهي كتبكي قالت راها حاملة، عيط للطبيب قبل ما توقع ليها شي حاجة. هارون ما عرفش واش يضحك ولا يبكي، عيطوا للطبيب وجا قال ليهم نفس الهضرة اللي قلت لكم قبيلة، خاصها ترتاح وتاكل مزيان. هارون بقى جالس حداها وشاد لها في ايديها، واعد راسه باش ما يتخلاش عليها وخا يوقع اللي وقع.
هبطوا وتجمعوا في الصالة، وهارون عود ليهم كل شي. قالت الجدة: كتاب لك ولدي عمر جديد، ربي معاك والله يحفظك. بس راسها وقال: أنا غنطلع نشوف روان. طلع لعندها ولقاها مازال ناعسة. جلس حداها وباس لها إيدها وبقى كيلعب في شعرها. ومشيت شيماء عند أحلام البيتها، لقاتها جالسة وجبدات التصاور وراتهم ليها وقالت: ما نبغيكش تديري شي حاجة ماشي هي هاديك. أحلام جلسات فوق الناموسية وقالت: كوني هانية بالتصاور ولا بلا بيهم، كنت غنسى هاد الشي، ما بقيت باغا والو، ندمت بزاف على داك الشي. الغضب عمى عينيا وما كنتش عارفة اش كندير، أصلا كنت غير كنهددها، ما نقدرش ندير داك الشي. وتصاورك النهار اللي صيفطتهم لدار خوك مسحتهم وما بقاوش عندي. قالت شيماء: واش كتهضري بالصح؟ قالت أحلام بجدية: عمري ما كنت صريحة حتى لهذا النهار. شيماء مسحت التصاور اللي عندها وقال: حتى أنا مسحت كل شي، ونتمنى تكوني عند كلمتك. وبغات تخرج وهي تشدها أحلام وقالت: واش غتسمحي ليا؟ شافت فيها شيماء وقالت: ما نعرف. وخرجت. كانوا ناعسين حتى نادت روان كتغوت: هارون ما تخلينيش. هارون ناد مخلوع وعنقها وقالها: شت هنا معاك. عنقات وقالت: ما تمشيش وتخليني عافاك. وغمضات عينيها ورجعت نعسات. قادها في بلاصتها وعنقها ونعس حتى هو. وجا صباح جديد ونهار جديد، وكان عندهم بحل عيد، كل شي كان فرحان. حلات روان عينيها ولقاتو ناعس حداها، ما متيقاش عينيها، نزلوا دموعها بالفرحة. فاق ولقاها كتبكي، قالت: أخليني نبكي، كنت خايفة تكون بصح متي وخليتيني، كنت غدا نموت موراك. قال هارون: أهاني معاك، وعمري ما غنخليك. حط ايده على كرشها وقال: واخيرا غنولي اب. هزات راسها وشافت فيه وهي تقول: بغيته يكون كيشبه ليك. قال: وإلا كانت بنت تشبه لك انت. عنقات وقال: المهم انت هو بواه. ودازت سيمانة ورجعوا لدارهم، وكانت مقادة، البيت كله ورد احمر والشمع، والناموسية فيها البيت كله ورد احمر وشمع، والناموسية فيها قلب بالورد. المهم كان الجو رومانسي. ادخل البيت وشاف داك الشي وهي لابسة شوميز دنوي حمراء مشبكة وقصيرة، وشعرها طالقاه ودايره له بوكلي ودايره له جهة مكياج خفيف. قرب ليها ما كيشوف غير هي، بس ايديها وهو مسحور بجمالها. عنقها وحط ايديه على كتافها، وغير بشوية هبط ليها السمطات الشميز ودوزوا ليلة رومانسية بامتياز. ومن بعد ما دازوا عامين كانوا كلهم مجموعين عندها في الدار، دايرة عيد ميلاد للتوأم ديالها رزان ونزار، أولاد هارون وروان. قالت الجدة: الحمد لله، ربي طول في عمري حتى شفتكم كلكم في ديوركم مع وليداتكم. دابا لبغت الموت تجي غتجي. قال ليها كل شي، الله يطول في عمرك. وهي تقول شيماء: مصاب كون كان عندي توام شهيتيني فيهم. قالت أحلام: انتي قدي غاب واحد اللي في كرشك، عاد فكري في التوام، راه هذا شهرك. وهي تقول شيماء: ما تفكرينيش، زعما انتي كيفاش غتكوني وبقالك غير 7 شهور وتولدي. وهي تقول أحلام: المهم مازال بعيدة. قالت حنان: حلي عينيك غمضيها تلقاي راسك كتولدي، سوليني انا. وهي تقول مريم: خلعتوني غنقول لحمد ما خاصني ولاد. فهاد عامين يوسف تزوج بحنان وجابوا بنيته وسموها ساره. واحلام تلاقات بامين صاحب هارون وعاشوا قصه حب وتزوجوا، ودابا راها حامله. ومريم كانت كتبغي شي واحد وتزوجات بيه وهو احمد. واليوم هارون عنق روان وفي ايديه كادو وقال:
نسيتي شنو اليوم؟ روان ابتسمت وقالت وانا نقدر ننسى عيد زواجنا. كل شي بدا كيصفر ويصفق، عيد زواجهم كيتطابق مع نهار عيد ميلاد ولادهم. رزان جات كتشبه لامها بزاف، ونزار كيشبه لباه، نيد داكشي اللي كانوا كيتمناو. ربي ما خيبهمش، خاص قلبك يكون بيض وإيمانك بالله قوي وكل شي غيكون مزيان. ربي كيعطيك على قد نيتك، احمد الله على أي حاجة وربي غيدير تاويل في الخير. وهذه كانت هي قصتنا، كنتمنى تكونوا استمتعتوا بها، ونتلاقاو في قصة أخرى إن شاء الله.